بعد دراسة الدكتوراه عدت إلى العراق واشتغلت في القطاع الصناعي، وساهمت كذلك في الجانب الأكاديمي في التدريس في الجامعات والإشراف على طلبة الدراسات العليا. وفي سنوات التسعينات كان الحصار صعب حقيقة في العراق. ساهمت في التدريسات في جامعة التكنولوجية، في جامعة بغداد، في الجامعة المستنصرية، وكذلك الإشراف في الجامعة العراقية ما تسمى الجامعة العراقية الآن. واشتغلت في القطاع الصناعي في عدد من شركات القطاع الصناعي والصناعات اللي نسميها التصنيع العسكري في ذاك الوقت. ثم بعد ذلك انتقلت إلى أن أكون في الجامعة التكنولوجية كتدريسي، وعملت في الجامعة التكنولوجية كمسؤول الدراسات العليا في قسم المكائن والمعدات، وكذلك رئيس لفرع الهندسة الميكانيكية، الميكانيكي التطبيقي، ومساعد لرئيس قسم المكائن والمعدات في ذلك الوقت، الآن هندسة الميكانيكية في الجامعة التكنولوجية. وفي فترة معينة لرئيس القسم بالإنابة.